السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، سنة أولى بكالوريا علوم تجريبية وعلوم رياضية، ومرحبا بكم في تسجيل آخر غنبداو به إن شاء الله بكل طاقة وحيوية. غنبداو الدرس الثاني في إطار الوحدة الأولى اللي هي لونيتي الأولى، لي فينومين جيولوجيك إكسترن، الظواهر الجيولوجية الخارجية. كون شفت معاكم الشابات الاولى كنت شرحتها لكم، كذلك خدمت معاكم دي زيكزامبل ديال الفروض، وانتم اكيد تكونوا ساليتوا الفروض ديالكم. الله يوفق والله ينجحكم، واللي هكا ان شاء الله ما جابش لا نوط يحاول انه يعوض في الفرد الثاني باذن الله، واللي جاب النقطه يحاول يجيب محسن في الفرد الثاني باذن الله. دونك شابات ثانيه هي لا ستراتيغرافي اي ليشيل دو تون جيولوجيك. ولكن قبل ما نبدا، اللي اول مره غادي يتفرج فيا ديروا ابوني القناه وسبسكرايب باش اي حاجه حطيتها جديده توصلكم باذن الله، وكذلك الله يجزيكم الخير ديروا لايك، راه اللايك ديالكم هو اللي تيشجعوني وتعطوني القوه اكثر واكثر باش نصوب لكم دي فيديو، رغم الانشغالات ديالي تنحاول ندير ما امكن باش هكا ان شاء الله باذن الله ندير دي فيديو ديال دروس مبسطين باش تفهموا اكثر واكثر. ومع الاستاذه مريم حتى شي حاجه ما مستحيله، كل شيء ان شاء الله باذن الله غيكون مبسط وغتفهموا الدرس باذن الله. دونك ديروا دي لايك باش هكا يطلع على فيديو المشاهدين كاملين باش هكا يستافدوا، وكذلك باش تشجعوني باش نعطي اكثر واكثر. دونك على بركه الله غنبداو، ما نكثرش عليكم، غنبداو هاد الشابتر هادي. قلنا هاد الشابتر الثانيه هي لا ستراتيغرافي اي ليشيل دو طون جيولوجيك. شابتر الثانيه كيفما قلت لكم العنوان ديالها لي برينسيپ ستراتيغرافيك اي ليتابليسمون دو ليشيل ستراتيغرافيك. الفصل الثاني ملي كنقول لي برينسيپ ستراتيغرافيك هي المبادئ الاستراتيغرافيه، اي ليتابليسمون يعني انجاز ولا وضع، ليشيل ستراتيغرافيك هو السلم الاستراتيغرافي. غادي نتعرفوا على شنو هي المبادئ الاستراتيغرافيه، فاش كتنفعني هذه المبادئ الاستراتيغرافيه، وكذلك شنو كنقصد بالسلم الاستراتيغرافي. دونك على بركه الله كوم انتروديكسيون، لي فورماسيون جيولوجيك تيرستر شاسون ليستوار دو لور ديبو اي لا سوكسيسيون ديز ايفينمون ايون كونتريبيي à la sculpture des différentes structures géologiques. Ni kengou les formations géologiques huma التشكلات الصخريه. راه عطيكم هنايا تعريف باش هكا تقيدوهم عندكم مذكره تكون خاصه تقيدوا فيها لي مون سانتيفيك والمقابل ديالها باللغه العربيه. ملي كنقول لي فورماسيون جيولوجيك هما التشكلات الصخريه. ملي كنقول تشكلات الصخريه داخل فيها طبقات الصخريه. دونك طبقات صخريه ولا صخور او بيان لي روش سيديمونتير و شاسون بيان سور الكاش ليستوار جيولوجيك دو لور ديبو، يعني كيختزنوا ليا هاد التشكلات الصخريه، كيختزنوا ليا مجموعه من المعلومات داكو على الظروف ديال الترسب ديال هاد التشكلات الصخريه. وكذلك لا سوكسيسيون دي زيفينمون يعني تسلسل الاحداث الزمنيه. باغ اكزومبل ملي كيكون عندي واحد التشكل صخري مثلا واحد جبل ولا انسي دو سويت، كيكون فيه مجموعه من الطبقات الرسوبيه. هاد الطبقات الرسوبيه فيها مجموعه من المعلومات كتعطينا ظروف الترسب فاش ترسبوا لي هاد الطبقات، وكذلك لا سوكسيسيون ملي كنقول قلنا لا سوكسيسيون التسلسل. التسلسل يعني شكون لاكوش الاولى اللي بيان سور الطبقه الاولى اللي ترسبات التي تليها واللي موراها وانسي دو سويت، يعني كنعرف الترتيب ديالهم شكون الاولى اللي تشكلات شكون الاخيره اللي تشكلات. داكو هادشي كله شكون اللي كيهتم بهاد لا سيكسيسيون دي زيفينمون، هاد التسلسل الزمني ديال الاحداث ديال تشكل طبقات الرسوبيه كيهتم به واحد العلم يسمى واحد العلم كيتسمى لاستراتيغرافي الاستراتيغرافيه. هاد الاستراتيغرافيه هو واحد العلم كيهتم باش بليتابليسمون دو لا كرونولوجي دو فورماسيون دو سي ستراكتور اي لور داتاسيون اون سو بازون سور لي برينسيپ ستراتيغرافيك. ملي كنقول قلنا الاستراتيغرافيه واحد العلم تيهتم بتسلسل الكرونولوجي، هو التسلسل الزمني، التسلسل الزمني ديال
التشكلات الصخرية، يعني ديال الطبقات. ملي كنقول تسلسل زمني، يعني شكون الاولى تشكلات، شكون اللي موراها والتي تليها، يعني كنديروا ترتيب ديال الطبقات داكو. و اي لوغ داتاسيون، لوغ داتاسيون يعني تاريخ ديالهم. ربما هاد لاستراتيغرافي، مثلا عندي طبقة معينة تنعرفو بيان سور العمر ديال ديك الطبقة هادي، كنقولو لها داتاسيون، تاريخ ديال هاد الطبقة شحال العمر ديالها داكو. ولكن باش نديرو هاد لاستراتيغرافي، باش نديرو هاد لا كرونولوجي اي داتاسيون غولاتيف، يعني واحد التاريخ اللي هو تيبقى نسبي، كنعتمدو على سكون ابيل لي برينسيپ ستراتيغرافيك، باردون لي برينسيپ ستراتيغرافيك، يعني كنعتمدو على المبادئ الاستراتيغرافيه. غنشوفو في الدار ديالنا مجموعه، كاين مجموعه من المبادئ الاستراتيغرافيه. دونك السؤال المطروح في هذه الوحده هذه، Quels sont les principes stratigraphiques qui permettent l'établissement d'une chronologie relative? شنو هما هاد المبادئ الاستراتيغرافيه اللي كتمكننا من اننا نقومو ولا نجزو واحد الكرونولوجي، يعني واحد التسلسل زمني نسبي. هذا كيبقى نسبي، ملي كنقول مثلا تشكلت ليها الطبقه الاولى، موراها الثانيه، مورا دونك هذا بيان سور كنقولو كرونولوجي غولاتيف او بيان داتاسيون غولاتيف، تاريخ اللي هو نسبي. هذا كمقدمه باش تفهموا هاد الدرس هذا شنو حول ماذا، يعني شنو الفكره الاساسيه ديال هاد الدرس. دونك ندوزو، ولكن قبل ما نعرفو شنو هما هاد لي برينسيپ ستراتيغرافيك، هاد المبادئ الاستراتيغرافيه، عندي اون فيت خمسه ديال المبادئ الاستراتيغرافيه غادي نشوفوهم بعد. قبل ما نعرفوها، هاد المبادئ على من كتطبق؟ كتطبق على سكون ابيل لي كوش، طبقه رسوبيه، لي كوش سيديمونتار. قبل ما نشوف هاد المبادئ خصني نفهم بعدا كيسكو سافي ديال اون كوش، شنو كنقصد بطبقه، طبقه رسوبيه شنو كنعني بها. دونك غنمشيو لهنا كون فو فويي دون هاد الشيما هادي، عندي كوش ا، لا كوش بي، سي، اي دي، انسي دو سويت. علاش قلنا هادي سي اون كوش؟ مثلا هاد سي كوش، علاش؟ حيتاش اي سو ديليميتي باغ دو ليميت، لي ليميت ديالها جوج. كاين هاد لا ليميت هادي، شتو هاد الخط هذا كيتسمى لو توا. مصطلحات، دونك غندير لكم مصطلحات باش هكا تكتبوهم عندكم. دونك كتكون ملي كنقول طبقه كتكون محدوده بجوج ديال لي ليميت. لا ليميت الاولى داك الخط الاول الفوقاني كيتسمى لو توا. ملي كنقول لو توا هو السقف ديال هذيك الطبقه، وكتكون محدوده في التحت ديالها، كتكون محدوده بواحد لا ليميت وحده اخرى كتسمى لو مور، سيتادير سرير. دونك اول حاجه المميز ديال اون كوش اي سو ديليميتي بار دو جوين، لاكيل عندي لو توا وعندي لو ميور. لو توا قلنا هو السقف، ولو ميور هو السرير، السرير التحت والسقف الفوق. داكو عاود مميزات اخرى ديال لاكوش باش نقول اون كوش، لوغ دو ديبو دي سيديمون اي سو ديبوز اون كوش اوريزونتال اي باراليل et superposé. C'est la stratification. في لا ناتور وفي لا نورمال الا موقع لهاد لي كوش حتى شي حاجه نورمالمون في الاصل كيفاش كيتوضعوا اول مره، تيتوضعوا هاد لي كوش اي سو ديبوز، يعني كيتم ترصب ديالهم على شكل طبقات. بيان سور دي كوش اوريزونتال، طبقات افقيه. الا شفتوا هنايا هاد الطبقات كيفاش دايرين، راهما افقيين، هادو ما تعرضوا لتا شي تشوه تكتوني ما والو، كيكونوا فلا نورمال، كيكونوا عباره عن طبقات اللي هي يا افقيه. هذا اول كريتير ديال اون كوش داكو. وكيكونوا باراليل، باراليل يعني كيكونوا متوازيين مع بعضياتهم. هاد لاكوش ا راه موازيه لبي، وبي موازيه لسي، وسي موازيه لدي داكو. و اي سون سوبربوزي يعني متراكبه، يعني ا فوق منها بي، وبي فوق منها سي، وسي فوق منها دي. هذا هو سوبربوزي، متراكبه. هاد الشكل هذا كنقولوا لا ستراتيفيكاسيون، يعني التطبق
يعني لي كوش محطوطين في لا نورمال. اما الى هاد لي كوش مثلا وقع ليهم دي مال فورماسيون، راه غادي بيان سور غادي ما يبقاوش اوريزونتال. المهم حنايا في الاول يعني دوناتور كيفاش كيتحطوا لي كوش اوريزونتال، داكو يعني كتعريف لا كوش، اون كوش سيديمونتال يعني واحد طبقه رسوبيه، اتون اونيتي واحد الوحده عباره عن وحده ديليميتي بار دو جوان، كتكون محدوده بار دو جوان يعني بار دو ليميت، كي انديك ان شونجمون دون لا ماتيير ديبوزي. دونك دو جوان لكيل هما لو توا، كتكون محدوده بجوج لي ليميت، لو توا اللي قلنا هو السقف، والميور اللي هو السرير. داكو هاد علاش كاينين هاد لو توا وهاد لو ميور، هما دليل انديك لي ان شونجمون دو ماتيير ديبوزي. مثلا هنا الا كان لو سابل، اون فوا كيبدا لو سابل كيتراكم كيتسالو لو سابل، ما كيبقاش يترسب ليا، كتجي ماده اخرى مثلا سيليس ولا شي ماتيير وحده اخرى، راه صافي تيحبس هنا، حيتاش كاين شونجمون ما بين هاد لاكوش وهاد لاكوش، كاين شونجمون دو لا ماتيير ديبوزي، هذيك لا ماتيير اللي مترسبه لينا، كاين فرق بيناتهم. كل كوش ولا ماتيير ديبوزي فيها كيفاش دايره، ممكن يكون صابل، ممكن يكون كالكير، وناسي دو سويت. هذا هو مفهوم الطبقه الرسوبيه. دونك parmi les principes اللي عندي، غندوزو دابا لي برينسيپ، لي برينسيپ اللي عندي بليزيو برينسيپ، عندي خمسه تقريبا. عندي اول برينسيپ غنبداو به باذن الله هو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، مبدا التراكم، باش يكون لا فيديو قصير حتى للتسجيل الاخر اللي غادي نتناول فيه بالضبط مبدا التراكم. غادي نشرحو بلا ديفينيسيون ديالو، بالتعريف ديال مبدا التراكم، برينسيپ دو سوبربوزيسيون، وكذلك غنشرح لي ليميت، لي ليميت دو برينسيپ دو سوبربوزيسيون، يعني امتى ما يمكنش لي نطبق هذا المبدا التراكم. غادي نحبس معكم هنايا وغنقول لكم الى اللقاء، وبالتوفيق وحظ موفق لجميع التلاميذ والتلميذات. وكيف ما كنقول لكم حتى شي حاجه ما مستحيله، تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، الا ما فهمتوش شي حاجه راه كاين لي كومونتير، حطوا الاسئله ديالكم وانا رهنا الاشاره. والى اللقاء اعزائي التلاميذ، الى تسجيل اخر باذن الله.